5.5 مليون ديال البوصات سيدو من بني سيدنا بن تعب ديال الصندوق. يعني واحد 25 مليون مغربي يعيشوا من الهشاشه والفقر. ولذلك فاقوا كما كيقولوا غنديروا الحمايه الاجتماعيه. من جهه شي شغل اللي فكر يعني عندنا 800,000 عامل وعامل طلبوا سنة خوذي ومن بعد 500,000 ديال مليون 500,000 يعني أكثر من نسبة من روحينا في المقاولة توقف نشاطها وتوقفت حياتها. واش الحكومة كانت عندها من استطاعة خلال السلطان المالي لحد هذه الموحدة هذه ذلك يرجع الناس خليك 500,000 كلها خليك 500,000 خلص
ما يفيدني المدافعين الضربة الشهيدات. الدول الديمقراطية مدافع الضربة الشهيدات هي اللي تشكل اللي كتهيمن في المدافع موارد ضريبة للميزانية. حنا عندنا راه تيبيع ضريبة القيمة المضافة بل ذاك العام مدافع الضريبة على الدخل تجاوزات مطالب مداخل ضريبة على الشركات، هذه مفارقة، كيف كتعرفوا مداخل الضريبة على الشركات؟ كما كان قانونيا، عفوا، 74% من مداخل الضريبة على الدخل اللي مدونها موظفة والموظفين عائلات والعمار والمستخدمات والمستخدمين في 74%، في حين 96% كيدونها أصحاب المهن الحرة، كاينة واحد المهنة الحرة لما نقولها كتساهم 2% من هذه المهنة. كل ما عندكم فيرمات وعمارات ولي شاليت هنا وفينا نناقشوا الشكل هذا اللي بدنا نعطيه. نعطي واحد ليكزومبل، طبيب مغربي قطاع عام كيخلص 82,000 في العام ديال الضريبة، طبيب في القطاع الخاص كيخلصهم 125,000. يعني باش نعطي هاد هاد بالنسبة للبطالة أعتقد أن كاين أنواع ديال لي شوماج، راه كاين لي كيخدم النهار في ثلاث شهور كيحسبوه خدام، ولكن ف كاين بعض الإحصائيات كتقول أن لي جون في العالم الحضاري 45% منهم أون لو شوماج، 45%، علاش يحسب واحد كيدير ديتاي، كيف يحسب النهار بالتالي فعالم الشغل يعني خصو واحد المرصد ديال التتبع ديال عالم الشغل. غادي من بعد نهضر على لي كي سون ديكلاري كي سون با ديكلاري كي سون ديكلاري بارسيلمون ديال شحال اخر. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.